معايا دلوقتي عبر الهاتف ريكاردو برينا، حارس مرمى وقائد فريق فلومينينسي البرازيلي السابق. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. انا مبسوط جدا ان انا اول مره اكون على لقاء في قناه مصريه. انا كنت موجود في مصر قبل كده، ولكن عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اخش عن طريق مكالمه هاتفيه مع احد النجوم المصريين. انا بشكرك شكرا جزيلا، نتشرف دايما بتواجدك معانا. بالتاكيد سؤالي الاول ليك يخص المباراه القادمه، مباراه الاهلي وفلومينينسي في كاس العالم للانديه، كيف ترى وكيف تتوقع هذه المواجهه؟ هو ماتش هيبقى صعب جدا بعد ما احنا اتفرجنا على ماتش الاتحاد والاهلي. الفريق المصري فريق الاهلي هو يعني معروف افريقيا كويس جدا، ولكن برضو احنا مش هننسى ان الفريق فلينسي البرازيلي هو من احسن الفرق اللي موجودة في البرازيل، ولكن طبعا الموضوع مختلف عشان خاطر الفريق المصري لسه يعني خارج من ماتش ومن فريق قوي جدا زي الاتحاد، وكان هتبقى روحه يعني احسن بكتير، لان هم دلوقتي روحهم اعلى ونفسيتهم اعلى، فطبعا الموضوع هيبقى صعب علينا شويه. مش هنضحك يعني على ونقعد نقول ان احنا هنبقى احسن منهم بكتير، لا لا لا، هيبقى ماتش يعني هيبقى ماتش قوي جدا. وطبعا انا قلبي بيدق جامد جدا وانا بكلمك دلوقتي، لان انا طبعا برازيلي وبشجع الفريق البرازيلي، واتمنى ان احنا نكسب يعني. ولكن الاهلي دايما عنده مفاجآت زي ما عودنا وشفنا الاهلي مع في اوروبا في ريال مدريد، شفنا الاهلي مع الاتحاد، عندهم نجوم قويه جدا، عندهم روح احسن ما هم بيلعبوا كوره، فدي حاجه تقلق البرازيليين يعني. عظيم جدا.